صفة أخرى الرحمة، رحمة الله الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. هذه الرحمة يبين النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله بعباده بمثل يسمى المثل الأعلى. امرأة كانت في الغزو في الجيش تأخذ أطفال أهل الأسرى المأسورين وتضعهم على صدرها وتسقيهم من لبنها. نظر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة، قال لأصحابه: هل تظنون هذه المرأة تلقي ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي قادرة على ذلك. قال: والذي نفسي بيده، إن الله لأرحم بعباده من هذه بولدها. يعني هذه الرحمة، المرأة ما هي مثل يضرب لرحمة المرأة بابنها، رحمة امرأة بأبناء غيرها، فكيف برحمة هذه المرأة بابنها؟ فكيف بها تلقيه في النار؟ ثم يبصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وما قال رحمة الله كرحمة هذه المرأة، قال: والذي نفسي بيده، إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها. سبحان الله، أي رحمة! كلنا الآن نتكلم عن رحمة الأم، كل واحد منا يتصدق عن أمه ويدعو لها. لماذا؟ ما تدرون أمي، كل واحد منا يقول: ما تعرفون أمي ماذا فعلت، لا تعرفون ماذا فعلت هذه الأم بي، ما تعرفون هذه الأم كيف كانت تطعمني، تحرم نفسها لتطعمني، تكبدت في تربيتي المشاق. هذه رحمة امرأة، أين رحمة رب العالمين بك عندما كنت جنينا، عندما كنت نطفة، عندما كنت في بطن هذه الأم يكلأك الله برعايتها، ثم تلد صارخا لا تعرف شيئا، لا تعرف طعاما من شراب، لا تدرك شيئا، يلهمك الله أن تلتقن الثدي وترضع هذا اللبن ويدر لك الضرع، ويجعل في قلب هذه الأم رحمة لتنشأ في رحمة أبويه. من الذي غرس الرحمة في قلب الأبوين؟ قد يكون الرجل من أشد الناس على الخلق، وإذا به يرحم أبناءه حتى تبقى هذه الحياة تستمر. الله عز وجل أرحم بك من الأم. ومن أنت؟ فلان ابن فلان من الإنس. من الإنس في خلق الله؟ يرحمك الله وهو غني حميد. ما وزنك في خلق الله؟ الأم ترحمك تقول ينفعني، وتربيك تقول ينفعني، والأب كذلك. لكن رب العالمين رحمته بك لأي سبب؟ لأي سبب؟ محض تفضل وإنعام وجود وكرم من رب العالمين. هذه رحمته بك، وهذا إحسانه لك. ألا يقابل هذا الإحسان بالشكر؟ ألا تقابل هذه الرحمة بالبر والإحسان؟ وعبادة الله عز وجل وتأدية هذه الحقوق. يقول الناس: مؤمنهم وكافرهم، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. من الذي أحسن إليك أعظم من إحسان خالقك؟ لا يوجد مخلوق يقول الإنسان أحسن لي كإحسان رب العالمين. فإحسان الله لكل واحد منا يفوق إحسان الأم والأب وسائر الخلق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما من مخلوق إلا ويعمل لصالح نفسه. الوالد والوالدة يربيان يقولون: ينفعنا الولد في الكبر ويدعون لنا بعد الموت، يريدون النفع. الأنبياء والرسل يدعون لينالوا رحمة الله ودخول الجنة. كل من يعمل لصالح نفسه إلا رب العالمين.
يمنع عليكم أن تفضل وكرم وجود.